إذا هذا أنا أخذته من جنرال إلكتريك بورد، بعطيني فكرة عامة. هلا في طبعاً في a lot of debate، في discussion هائلة على إنه الروبوتكس والروبوتس هل هم will they replace humans. هلا في 3Ds، 3Ds مشهورة، 3Ds عادة أحسن مكان لاستعمال الروبوتس dull, dirty and dangerous. هدول هم هذا الإشي المشهور. dull الإشي الممل، الأعمال المملة اللي بنعملها اللي ما بدك تضلك تعيدها. مثلا واحد موظف على خط إنتاج بده يأخذ غطاية ويحطها على أنينة ويلفها مثلا ويسكرها، بيعمل هاي يمكن بيعمل له 3000 4000 قطعة في اليوم، عمل ممل جدا. مش هو بفضل لو قدر يعمل عمل more interesting، مش بزهق حياته بالآخر؟ صح. ما بقدر يعني قد ما بده يحاول يستمتع بهالعملية مش راح يقدر يعملها ممتعة. عملية إنه يضل يحط بعد ما يحط أول أنينة ثانية أنينة ثالث أنينة راح تصير عملية مملة. إذا عندنا ضل الأشياء اللي ضل، يعني الناس اللي ما بيعتقدوا إنه الروبوتس راح يحلوا محل الإنسان أو إنها مش شيء سيء وجودهم، بيقولوا إنه أنا راح أخلص الإنسان من الضل تاسك، هذه العملية المملة اللي بنعملها. الثاني اللي هي ديرتي، عندنا مناطق معينة مثلا. ايش اشهر مكان للديرتي؟ اشهر مكان استعملوا فيه الروبوتس؟ صرف الصحي. تمام. المجاري، في كثير مثلا مجاري في بعض الدول موجودة تحت الارض، بيكون مكان بدل ما الانسان يمشي فيه ممكن الروبوت يمشي في هذا المكان، يفتح اماكن معينة يشوف وين في بلوكس واشياء زي. وطبعا الدينجرس اللي عندنا مثلا اذا عندي عبوة ناسفة مثلا اشي بدنا، او نيوكلير مثلا لما صارت فوكوشيما، تذكرين فوكوشيما في اليابان؟ احد الاشياء اللي عملوها بعثوا روبوت حتى يعملوا ديتكشن للليفلز للراديشن ليفلز مثلا. هذا اللي هي اشياء. اذا هذول هم الثلاث اشياء وير الروبوتس لسه فيري ريستريكتد، فيري ليميتد مجال الكرياتيفيتي الابداع في لسه، يعني لسه محدود جدا. لكن اي شيء من هذول الثلاثه، وطبعا كمان الروبوت فيري جود ات سيستماتيك. مثلا عندي كميه هائله من الداتا بدي احاول استخرج منها معلومات، اربط المعلومات ببعض. الانسان ما بيقدر يركز على 20000 قطعه داتا بنفس الوقت، صحيح؟